يقول: توفي زوج عن زوجة وأم وابن، وترك ميراثه الشرعي، ثم قسمت وأخذ كل ذي حق حقه. ثم بعد ذلك تنازلت أم المتوفى عن حقها الشرعي لابن الابن الذي هو الابن في المسألة، وكانت في كامل قواها العقلية وبدون إكراه. وموجود للمتوفى أربعة إخوة أشقاء، البعض يوافق الأم في ذلك التنازل والبعض الآخر لا يوافقها، فما رأي الشرع في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعطاء بعض الأولاد وترك بعضهم، فقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي أعطى بعض أولاده عطية وجاء يشهده عليها، قال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. وفي رواية قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. دل هذا الحديث برواياته على أنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون البعض الآخر، وأن من أراد أن يعطي بعض أولاده يجب عليه أن يعطي الآخر مثله، فمثل هذه العطية لابن الابن لا تجوز لأنه من الأولاد.